شكرا لشركاء النجاح في مسابقة الطاقية خلال هذه الفترة في شهر رمضان المبارك. شركة المسواك الطبية وتحديدا المسواك لطب الأسنان واللي عندهم 93 فرع جالسين يخدمونكم في فروع المملكة العربية السعودية. شكرا لمطاعم أوراق التوت للبوفيهات المفتوحة والكوفي بريك أيضا اللي قدموا لنا ضيافة وقدموا لكم أيضا مبالغ نقدية. شكرا لحلوى الدار العمانية. في هذه المسابقة مباشرة الآن نزلت تغريدة في حساب مطاعم أوراق التوت بتويتر، شاركنا عزيزي المتصل أو عزيزي المشاهد في تويتر في هاشتاق الروشة 27 وقول من اللي تبي تروح له 250 ريال إشداد البيرق الشلفة و250 ريال بتفوز فيها، وهذه هي الهدية الأخيرة. أيضا لا اليوم عفوا عفوا اليوم ما في 250 ريال، اليوم حنسحب على بوفيه مفتوح واحد من خلال تغريدة أوراق التوت حيروح لكم. أيضا حنسحب على بوفيهين مفتوح لحساب تويتر في مطاعم أوراق التوت في حسابهم بالإنستغرام من خلال المونتاج اللي عملتوه، والحسابات موجودة عندي. يعني اليوم ثلاث فائزين حيفوزون معانا من مطاعم أوراق التوت، وحنسحب على 250 ريال من التاج مباشرة مقدمة من المسواك الطبية. شباب حياكم الله في الحلقة الختامية اليوم. هلا يلا حيا، انت وينك تختم؟ الله حياك. الله يبقيك. هلا والله. اخر تصميم قلت انت اخر تصميم؟ ايوه ثنائيتي عبد الرحمن الكيف.